واحد بيقول لقد هرب السيد المسيح هو وأم العذراء هما يوسف المغار إلى أرض مصر، وقد فسر ذلك لتأكيد حقيقة التجسد، وأيضا في المثل الروحي عدم مقاومة الشر بالشر، وإلى جانب آخر قول القديس يوحنا الذهبي الفم، لأنه منذ طفولتي المبكرة قد أظهر عجائب لما حسب إنسان. إذا بماذا تفسر معجزات الرب يسوع التي كان يقوم بها مع كثير من الناس وأمام جماهير حاشدة؟ هو السيد المسيح في وقت من الأوقات كان يعمل معجزات لإثبات لاهوته، وفي وقت من الأوقات كان يحتمل المصاعب والإهانات من أجل تجسده، يعني مش سياسة واحدة. لو تقروا الكتاب بتاعنا عن تسبحة أسبوع الآلام لك القوة والمجد تجدوا شرح كتير لهذا الموضوع، ازاي المسيح احيانا كان يظهر قوته واحيانا كان يمتنع عن ذلك.